يلا بينا. أظافري الله يرحمكم. طبقة رقم 60. حابة أروح أنام. 99. أهلا كوينز، اليوم صحيت من النوم حاسة إني حابة أسوي تحدي قوي. قررت أحط 100 طبقة طلاء أظافر على أظافري، وبهذا التحدي حنشوف كم حياخد معايا وقت عشان أحط كل 100 طبقة، علما إني لازم أخلي كل طبقة جف بين كل طبقة وطبقة طبقة 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 طبقة. كيف حيصير شكل أظافري بعد ما أخلص؟ كم حيصير وزن يدي؟ وكيف حشيل كل 100 طبقة بنهاية الفيديو؟ المشكلة إني عندي إشكال صغير صغير جدا جدا جدا، اللي هو اني ما عندي ولا قنينة طلاء اظافر، ولا واحدة بحياتي، لاني دايما بسوي اظافر بالصالونات فما بحتاج. فاول خطوة بهذا الفيديو حتكون هي انه نروح نشتري لنا كم قنينة مانيكير ونرجع. يلا بينا. إذا حابين الفيديو لحد هلأ بليز اضغطوا جرس الاشتراك الحين قبل ما تنسوا وفعلوا الجرس. أوكي، كنت مخططة أشتري أكثر من هيك، لكني قبل ما أطلع فتشت شوية بغرفة أختي ولقيت إنه عندها كم طلاء أظافر. سكينة حتسرقيهم؟ أكيد. هذه المانيكيرات اللي أنا اشتريت، هذه مانيكيرات أختي. انه كمية كافية عشان نحط 100 طبقة. عندنا من كل الالوان تقريبا، من كل الستايلات. عندنا اللي بيجوا مات زي هادو، اللي بيلمعوا زي هادو، اللي الوانهم نيون، اللي الوانهم نيود، اللي بيهم جليتر. عندنا شوية من كل صنف وصرنا جاهزين نبلش التحدي. غيرت ملابسي لشيء مريح وفخم عشان يحسسني بالفخامة ويعطيني القوة اسوي هذا التحدي. حيكون صعب علي احسب كم طبقة وصلت، اكيد حضيع الحساب. فاللي حسويه هو اني حاحسب كم قنينة عندي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 30. حخلي كل الالوان من هذه الجهة، وكل ما استخدمت لون ححطه بالجهة الثانية. فانا لما اخلصهم كلهم حكون سويت 30 طبقة. حسوي هذه العملية 3 مرات، وبهذا حكون وصلت 90 طبقة. حيضل 10 طبقات حيكون اسهل بالنسبة لي احسب 10 طبقات من اني احسب 100 طبقة، مستحيل. هذا هو شكل اظافري حاليا. اظافري الله يرحمكم. قبل ما احط اي طلاء حاوزن يدي. انا بعرف انه مستحيل نوزن يدنا وهي لسه مربوطة بجسمنا، لازم تكون منفصلة عشان سكينة اسكتي. بس انا حاحاول اني ما اسوي اي ضغط واخد تقريبا وزن يدي بين كم وكم. اوكي، بين 80 و 130 جرام. الساعة 2:30. هذه اول طبقة ولازم اخليها تنشف. جفت. مستحيل، حخلص الاسبوع الجاي، لازم الاقي حل. هيك احسن. الحين سويت 16 طبقة والساعة صارت 4. إذا سويت 16 طبقة بساعة ونص، فبكم وقت حسوي 100 طبقة؟ ضرب دقيقة على 9 ساعات. مستحيل، لازم أسرع. المنظر، كل ما حطينا طبقات كل ما مساحة أظافرنا بتصير أصغر. كيف وليش؟ ما عندي أي تفسير فيزيائي لهذه الظاهرة اللي جالسة تصير بأظافري.
طبقة اوريدي اظافري صار شكلهم زي ومساحتهم صارت صغيرة جدا وانا تعبت وجعت وبطاريتي كاميرتها كاميرتي بطاريتها قربت تخلص. او ماي جاد ولسه امامي 70 طبقة. انا مين كذب علي وقال لي اني بقدر اسوي هذا التحدي؟ جولة رقم 2. طبقة رقم 60. خلاص خلص الجولة الثانية. لما بحرك ايدي شعور غريب كأنه كتل فوق اصابعي بتتحرك. الساعة 8:30، تخيلوا من الساعة 2 وانا اصبغ اظافري. اظافري صارت كتير صغيرة، ما بعرف كيف ححط الـ40 طبقة اللي لسه. D'assurance que le procès allait être équilibré. J'ai perdu et je dis même mes avocats. Mais oui, moi, j'ai participé à des. Je suis pas un avocat, c'est là. اللي ما بتعرفوا هو إني بنام الساعة 9 وحاليا الساعة 9، يعني أنا ميتة. ممكن اروح انام. تخيلوا اني من الساعة 2 جالسة بهذا الكرسي ما تحركت من مكاني. قمت مرتين يمكن للضروريات وبس. خدي بنتي عتقي روحك. شكرا. حابة أروح أنام. آخر طبقة بالجولة الثالثة، يعني الطبقة رقم 90. الحين صار فاضل اني احط بس 10 قطع واكون خلصت. حاختار 10 الوان. 1 2 3 4 5 6. الطبقة رقم 91. انتوا مش متخيلين درجة التعب اللي انا فيها حاليا. 92. 95. 97. مشاعري مختلطة حاليا، سعيدة لأني خلصت وحزينة وتعبانة ونفسيتي تعبانة. الحين صار فينا
نجاوب على الأسئلة. الحين الساعة 10:48 دقيقة. شايفين؟ من الساعة 2 وأنا أسبخ، يعني 8 ساعات. أخذ معايا 8 ساعات عشان أسوي 100 طبقة مانيكير. كيف شكل أظافري؟ زي شوفوا كيف. Oh my god، شوفوا من جنب كيف أظافري صايرة زي الأهرامات. في منظر أبشع من هذا؟ في أظافر أبشع من هذه؟ الحين حأوزن يدي وأشوف كم صار وزنها. قبل ما نبلش التحدي كان وزن يدي بين 80 و 150 جرام. وزن يدي بين 230 و 290، يعني أكيد ازداد الوزن. أما بالنسبة لكيف حشيلهم، صراحة ما عاد يهمني أشيلهم، حابة بس أروح أنام. فكل اللي حسويه هو بس أوكي باي. هذا كان فيديو اليوم، إذا عجبكم بليز حطوا لايك واشتركوا بالقناة. بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي. Bye-bye.